أهلا وسهلا فيكم أعزائي المتابعين والمنتسبين في القناة، ويلا نبدأ. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية أعزائي المتابعين والمنتسبين معنا في القناة. اليوم إن شاء الله في عندنا خبر جميل جدا بالنسبة للإخوة أصحاب العمل، وكمان بالنسبة للإخوة العاملين. طبعا بحمد الله اليوم تم تفعيل خدمة تجديد الإقامات أو رخص العمل ربع سنوي كل 3 شهور. طبعا العملية بتتم إنك أنت بتدخل تجدد إقامة بشكل طبيعي جدا. لما توصل لمرحلة مدة الإقامة أو تحديد مدة الإقامة، فهتلاقي إنه بيظهر عندك 4 خيارات، هل هي 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور أو 12 شهر كالعادة اللي هي ماكسيموم سنة. فالآن أصبح بإمكانكم إنكم أنتم تجددوا الإقامات حسب المدة اللي تناسبكم وتناسب عقود الموظفين عندكم. طبعا أنا هنا حاب أنوه وألفت نظركم إلى إنه المهلة حق توثيق العقود حتنتهي في 31/12/2021، يعني من 1/1/2022 إيش اللي حيصير؟ الله أعلم، ولكن كل المعطيات والمؤشرات الحالية بتقول على إنه في 1/1/2022 أي شخص أو أي عامل ما عنده عقد موثق حيقدر إنه هو ينقل إلى صاحب عمل آخر من غير أخذ موافقة صاحب العمل الحالي. يعني صاحب العمل الحالي حيجي له إشعار ويقعد يتفرج على العامل وهو قاعد ينقل بشكل عادي وطبيعي. هذا رقم واحد، زي ما حصل في بداية المبادرة تحسين العلاقة في البداية تقريبا يمكن أول أسبوع أو أسبوعين. غير كذا طبعا إيش اللي ممكن يحصل في 1/1/2022 بالنسبة للإخوة اللي ما عندهم عقود موثقة؟ إيش من ممكن غرامات تنزل على الشركات أو على الموظفين؟ الله أعلم، ولكن إلى الآن ما في شيء واضح، ما حد أتكلم عن الموضوع ده. ولكن أنا أتوقع نوعا ما إنه ممكن توثيق العقود يتربط بتجديد الإقامة. يعني أي عامل ما عنده عقد موثق، فأتوقع إذا انتهت إقامته ممكن إنه ما عاد تقدر تجدد إقامته إذا ما عنده عقد موثق في قوة، تمام؟ أو ممكن العامل إذا ما عنده عقد موثق ممكن إنه يصدر له تأشيرة خروج بعد فترة معينة بشكل أوتوماتيكي، أو إنه بعد ما تنتهي إقامته فما حيقدر إن هو يجددها إذا ما عنده عقد موثق. كل هذه احتمالات واردة، ركزوا معايا، انا قاعد اقول احتمالات واردة، لا احد بعدين يجي يقول انت قلت كذا 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 وما صار. كلها احتمالات واردة، تمام؟ لا اكثر ولا اقل. وموضوع انك تقدر تنقل كفالة من صاحب العمل الحالي الى صاحب عمل اخر بدون موافقة صاحب العمل الحالي، مجرد انه بيجي له اشعاره بس، كمان انا بقول معطيات ومؤشرات، تمام؟ وليس أكيد 100%. إن شاء الله في 1/1/2022 بإذن الله نطلع ممكن ونأكد الموضوع ده، أو نأكد أي موضوع آخر ممكن يصير، ولكن من هنا لوقتها يفرجها ربنا. المهم، الحاجة الوحيدة اللي أنا حاب أنوه عليها واللي هي مؤكدة، إنكم أنتوا تقدروا تجددوا الإقامات حاليا أو رخص العمل حاليا بشكل ربع سنوي كل 3 أشهر. تقدر تجددها لمدة 3 شهور أو 6 أو 9 أو 12 شهر. ماني حاب أطول عليكم أكثر من كذا، هي معلومة حبيت إني أوصلها لكم. وكالعادة ما ننسى نتوجه بجزيل الشكر للإخوة المنتسبين معنا في القناة، وإذا عجبتكم الحلقة يا ريت تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتنشروا الحلقة على أوسع نطاق علشان غيركم يستفيد، والسلام عليكم.